أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. شارك عدد كبير من أبناء النادي الأهلي في الانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم في جميع أرجاء الجمهورية، وكان العمري فاروق نائب رئيس النادي قد أدلى بصوته اليوم بإحدى مدارس حي الدقي، وحرص مهند مجدي ومحمد الجرحي على المشاركة في الانتخابات أيضا في اليوم الأول، حيث أدلى مجدي بصوته في مدرسة الشهيد هشام عبد العزيز بمدينة نصر، في حين أدلى الجرحي بصوته في مدرسة الحي الأول للتعليم الأساسي بمدينة السادس من أكتوبر، وأدلى الكابتن أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق بصوته بمدرسة ميت عقبة الابتدائية في المهندسين، كما أدلى وزير الرياضة المهندس خالد عبد العزيز بصوته في مدرسة نور للمكفوفين بالمهندسين، وشارك أحمد حسن عميد لاعبي العالم ونجم الأهلي السابق بصوته بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة ديوان وزارة الزراعة في الدقي. وإلى متابعة أخبار الفريق الأول، أعرب أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي عن سعادته بالحفاوة والاستقبال الرائع لبعثة فريقه من جانب المسؤولين في نادي الفجيرة، وقال إن هذه الحفاوة تعكس مدى ترابط الشعبين الإماراتي والمصري على المستوى الشعبي والرسمي، وأشار إلى أن هذه التجربة بمشاركة فريق الكرة في احتفالية نادي الفجيرة باليوبيل الذهبي وخوض مباراة ودية مع نجوم الإمارات ستكون فرصة طيبة للاطمئنان على حالة كل اللاعبين وتجهيز كافة العناصر لمباريات الدوري الممتاز فور استئنافه. تلقى خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي ورئيس بعثة الفريق بالإمارات دعوة عشاء رسمية مساء اليوم من الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي الرئيس الشرفي لنادي الفجيرة، ويحضر حفل العشاء كوكبة من النجوم القدامى بنادي الفجيرة للترحيب بالجهاز الفني والإداري واللاعبين، وذلك في إطار احتفالات النادي بمرور 50 عاما على تأسيسه. قال سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالأهلي إن الاجتماع التنسيقي لمباراة الفجيرة التي تقام غدا أسفر عن ارتداء الأهلي الطاقم البديل باللون الأزرق، بينما يرتدي الفريق المضيف الطاقم الأحمر كاملا، وأكد عدلي أن بعثة الأهلي حظيت باستقبال حافل بمجرد الوصول لمطار الفجيرة، مشيدا بحرص المسؤولين في الجانب الإماراتي على توفير كل سبل الراحة للفريق. شهدت منافذ بيع تذاكر مباراة الفجيرة مع الأهلي الودية إقبالا كبيرا، حيث نفذت حوالي 5000 تذكرة مع انتهاء اليوم الأول لطرحها، ويتوقع البعض نفاذ التذاكر قبل انطلاق المباراة غدا، وحددت الإدارة أسعار التذاكر ب50 درهما للدرجة الأولى و20 درهما للدرجة الموحدة، وقد تم طبع 10000 تذكرة للمباراة وهي ساعة الاستاد الرسمية. وجهت إدارة نادي الفجيرة الإماراتية دعوة رسمية للسفارة المصرية بالإمارات لحضور الاحتفالية الخاصة بمرور 50 عاما على تأسيس النادي، والتواجد مع كبار الزوار والشخصيات العامة لمشاهدة المباراة الودية التي ستقام بين الأهلي والفجيرة غدا. وأكدت إدارة النادي الإماراتي أن هناك أعدادا كبيرة من الجماهير ستحضر هذه الاحتفالية التي زادت أهميتها بعد مشاركة فريق الأهلي فيها لما يمتلكه من مكانة كبيرة على مستوى العالم.
وجهت إدارة نادي الفجيرة الإماراتي دعوة خاصة لبعض النجوم للمشاركة مع الفريق وتدعيمه في مواجهة الأهلي في مباراة الغد. ومن أبرز الأسماء المزمع مشاركتها عمر عبد الرحمن عموري وإبراهيم دياكي لاعبا العين الإماراتي، وعلي مبخوت لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، وياسر القحطاني لاعب الهلال السعودي، وستانلي لاعب القادسية السعودي، وحارس الأهلي الإماراتي ماجد ناصر. خاض فريق نادي الأهلي ميرانه الثاني والختامي مساء اليوم استعدادا لملاقاة الفجيرة الودية عصر غد، وشارك في الميران جميع اللاعبين، وأدى اللاعبون بعض الجمل الخططية التي سيتم تنفيذها خلال اللقاء. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من الفجيرة محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي. محمد أهلا بيك. محمد أهلا بيك، ويا ريت تطمنا على تدريبات الفريق النهارده. خير يا آية، أهلا بيكي وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في هذه اللحظات، وأنا معك على الهواء مباشرة هنا من إمارة الفجيرة. نحن الآن متواجدون داخل استاد نادي الفجيرة والذي سيستضيف المباراة غدا بإذن الله في حدود الساعة 4:45 بتوقيت القاهرة، 6:35 بتوقيت الإمارات. هذه المباراة الهامة بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين، خاصة أن الجالية المصرية والجماهير الأهلوية تتواجد في كل مكان، يعني البعثة هنا في إمارة الفجيرة، فأي مكان تتجه إليه جماهير النادي الأهلي تتواجد مع اللاعبين وتلتقط الصور التذكاريه، فبالتالي هناك مسؤوليه على اللاعبين والجهاز الفني في ضروره ان يسعدوا جماهير النادي الاهلي بغض النظر عن انها مباراه وديه او مباراه احتفاليه تكريما لنادي الفجيره الذي يحتفل بمرور 50 عاما على انشاء هذا النادي العريق واحتفالا باليوبيل الذهبي. فريق النادي الاهلي في هذه اللحظات وفي الخلفيه بيؤدي تدريبه الاساسي والرئيسي على ملعب المباراه بالبعثه بالقوام بحوالي 15 لاعب مع الجهاز الفني اللي بيقوده في هذه اللحظات الكابتن احمد ايوب المدرب العام والكابتن سيد معوض مدرب الفريق، وايضا كابتن طارق سليمان مدرب الحراس والكابتن سارد حفيظ مدير الكره. ويمكن خلال الساعات الاولى من صباح اليوم التالي او في مساء هذا اليوم سيصل الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الاهلي من كندا الى الامارات مباشره لحضور هذه المباراه. والمؤتمر الصحفي اللي كان متفق عليه اقامته اليوم داخل ملعب المباراه تعذر اقامته، سيقام غدا باذن الله بعد المباراه مباشره بحضور الكابتن حسام البدري المدير الفني للاهلي وكابتن حسام غالي كابتن فريق النادي الاهلي، وايضا ديجو أرماندو مارادونا المدير الفني لنادي الفجيرة الإماراتي، وأيضا معه أحد اللاعبين من كباتن فريق نادي الفجيرة. حتى هذه اللحظات المعلومات التي وردت إلينا هنا داخل استاد نادي الفجيرة أن فريق نادي الفجيرة غدا سيكون هناك لديه تكريم لعدد من رموز كرة القدم ورموز الألعاب الأخرى في نادي الفجيرة، وسيشارك أيضا عدد من لاعبي كرة القدم العربية، عموري من نادي العين الإماراتي، علي مبخوت من الجزيرة الإماراتي، ياسر القحطاني من السعودية، عدد كبير جدا من اللاعبين سيشاركون، وعدد أيضا لاعبين آخرين مطعمين بفريق نادي الفجيرة في مواجهة فريق النادي الأهلي الذي سيبدأ هذه المباراة بتشكيلته الأساسية التي حضرت هنا إلى إمارة الفجيرة لخوض هذه المباراة. بالطبع يمكن أنا سألت الكابتن طارق سليمان على الحارس اللي هيحرس مرمى فريق غدا، بإذن الله هيكون علي لطفي حارس المرمى، في خط الظهر موجود محمد نجيب، محمد هاني، في الجبهة اليمنى في باسم علي، في الجبهة اليسرى صبر رحيل، في وسط الارتكاز في هشام محمد وعمر السلية، حسام غالي متواجد في الوسط الأمامي، أيضا موجود أحمد حمودي وميدو جابر. العناصر الاساسيه كمان بشكل كبير موجوده في هذه المباراه، رغم ان هناك عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي ايضا متواجده في المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي بعلاوة على المحترفين الاربعه مع منتخباتهم سواء جنوب افريقيا ونيجيريا وتونس والمغرب. تذاكر المباراه يمكن نقدر نقول ساعه الاستاد بتسع حوالي من 10 الى 11000 متفرج، لكن حتى هذه اللحظات انا بتحدث معك قبل المباراه ب 24 ساعه نقدر نقول 6000 تذكره حسب تصريحات مسؤولي نادي الفجيره نفذ الثمن، والقله او العدد القليل المتبقي سينتهي بالتاكيد خلال الساعتين الثلاث ساعات القادمه قبل موعد المباراه غدا باذن الله. بعد التمرين مباشره البعثه والفريق بالكامل سنتوجه من هنا من ملعب نادي الفجيره الى مكان اخر، حيث سيكون هناك تكريم كبير جدا لبعثه فريق النادي الاهلي في ضيافه طبعا سمو الشيخ المكتوم بن حمد الرئيس الشرفي لنادي الفجيره الاماراتي، وبالتالي ايضا سيكون ايضا موجود مسؤولي نادي الفجيره وفريق نادي الفجيره بقياده ديجو ارماندو مارادونا في هذا التكريم الرائع. للكل هنا في الامارات بينتظر هذا المشهد في ختام هذا اليوم وليله المباراه. ده الصوره، ده الشكل العام يا ايه من داخل معسكر فريق النادي الاهلي واستعداده لهذه المباراه الهامه. اليك الكلام. محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي كان معنا مباشره من الفجيره، بشكرك شكرا جزيلا.
قرر السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تأجيل ظهور الزي الجديد للفريق في مباراة الفجيرة الودية والتي تقام غدا باستاد الفجيرة. واستقر عبد الحفيظ على ظهور الفريق بالزي الجديد مع أول مباراة بالدوري العام بعد انتهاء فترة التوقف الحالية أمام طنطا المقرر لها 2 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة 30 للدوري العام. وجاء ذلك بسبب ارتداء فريق الفجيرة اللون الأحمر خلال مباراة الغد باعتباره صاحب الملعب، وهو ما يحول دون ارتداء الأهلي الزي الأول له. أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن وليد سليمان لاعب الفريق سيخضع لتدريبات علاجية بالقاهرة طوال فترة تواجد الفريق بالإمارات للتعافي من آلام في عضلة الفخذ. وقال محمود أن اللاعب سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق فور عودة البعثة إلى القاهرة. ويذكر أن سليمان تخلف عن السفر إلى الإمارات مع الفريق بسبب مرض ابنته. الشناوي ناوي على التعلق ناوي ناوي محاولة تأتي المحاولة عالية والشناوي الشناوي الشناوي نعم عمل الشناوي عبر التاريخ يا نهار ابيض الله عليك يا شناوي من على الخط يشيل راسيه حلوه ولكن يتعلق محمد الشناوي في اول اختبار حقيقي. وإلى أخبار المنتخب الوطني، حيث أعلنت الشركة المنظمة لمعسكر المنتخب الوطني عن تعيين طاقم حكام سويسري لإدارة المباراة الودية مع اليونان والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء. ويتكون الطاقم من حكم الساحة في دايسان والمساعدين سلادان جوزيبوفيك وجيني فيز، بالإضافة إلى ماركوس يوخر حكما رابعا، فيما لم يتضمن طاقم المباراة حكم فيديو. يفضل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني بين سعد سمير وأيمن أشرف مدافعي الأهلي للعب أحدهما بجوار أحمد حجازي في خط الدفاع بمباراة الغد أمام اليونان. واستقر كوبر على إجراء بعض التغييرات في مباراة الغد بهدف منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين لتحقيق أقصى استفادة. وكان المنتخب المصري قد خسر مباراته الأولى أمام البرتغال بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي.
النادي في الكون. الأهلي فوق الجميع. وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، تواصل فرق النادي الأهلي للتنس الاستعداد للمشاركة في بطولة الجمهورية المفتوحة والتي تقام يوم الخامس من أبريل القادم على ملاعب النادي وادي دجلة. ويشارك الأهلي في البطولة بأربعة أعمار سنية مختلفة، وهي 16 و14 و12 و18 سنة للناشئين والناشئات، علما بأن مباريات البطولة تقام بالنظام الفردي والزوجي معا وفقا للفئات العمرية. هذا ويضم الجهاز الفني للتنس في الأهلي كل من إبراهيم أبو طالب المدير الفني لقطاع الناشئين وشريف عادل مدربا. يفتتح الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة والتي ينظمها النادي وتستمر فعالياتها حتى 6 أبريل المقبل بمواجهة فريق لمستار الأوغندي ضمن مباريات المجموعة الأولى. وتقام المباراة عقب حفل الافتتاح المقرر أن يقام في 6 مساء غد الثلاثاء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة. وتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب فرق السجون الكيني والشرطة الإيفواري وأسبوار الكونغولي ونيموستار الأوغندي وريتكين بطل ليزوتو. ونتابع في التقرير التالي أبرز ردود الأفعال عقب القرعة التي أجريت اليوم. بالنسبة للبطولة حضرتك تعتبر دي أقوى بطولة على مستوى البطولات، 24 فريق، هي أريا نفسية في البداية، العنوان أريا نفسه 24 فريق. ممكن جدا يكون فرق تونس اعتذرت، لكن احنا السنة اللي فاتت فزنا على فرقتين تونس وحصلنا على اللقب الـ 12 في تونس. فطبعا بعض الناس ابتدت تتكلم في النقطة دي، لكن أنا حبيت أبدأ بيها لأن النقطة دي نقطة مهمة جدا. اعتذرهم، احنا السنة اللي فاتت في تونس فزنا على الترجي في المجموعة، فزنا على النجم الساحلي في النهائي، وحصلنا على بطولة أفريقيا وفي تونس. فدي أول نقطة أحب أبدأ بيها. بالنسبة للنقطة الثانية، حضرتك الفريق خلص مشوار الدوري حصلنا عليه، سافرنا بالليل على طول الى معسكر خارجي لمدة 10 أيام، وده كان مفيد جدا جدا جدا، لان انت عارف طبعا بعد اي بطولة حضرتك الفرقة لما بتحصل عليها بيبقى في نشوة للفوز ونشوة ان هم حاصلين على دوري ممكن بيريحوا. احنا على طول خلصنا الماتش بتاع الدوري وعلى طول انتقلنا الى بولندا، ابتدينا في 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 ماراثون جديد. مستعدين كويس قوي للبطوله دي، يمكن انا اخدت اللعيبه زي ما تقول كده خطفتهم من نهائي الدوري على طول على معسكر بولندا، لان انا عارف طبعا نشوه الفوز بتبقى حلوه جدا، بتاخد حوالي اسبوع مش اقل من اسبوع عشان خاطر اللعيب يقدر يعمل ريكفري والكلام ده كله. انا خدتهم خطفتهم زي ما بقول لك كده بالظبط على الطياره، هو يوم واحد بس كانت الفرقه مركزه تاني على البطوله دي، وان شاء الله نقدر نوصل للمرحله دي. احنا حاليا بنحتل المركز الخامس في الدوري العام المصري. احنا بطولات افريقيا والعرب دايما بيبقى حظنا حلو فيها. احنا 2015 في تونس كنا رابع افريقيا، 2016 في القاهره بطوله الزمالك كمستضيفه افريقيا كنا ثالث، بطوله العرب احنا ثاني. فالحمد لله ان شاء الله بنامل ان البطوله دي يبقى لينا حظ وافر فيها. باشمهندس فرج عامر رئيس مجلس اداره النادي ما بيتاخرش خالص على دعم فريق الطايره، وهو سمح بمشاركتهم في البطوله دي لان عارف ان الفرقه ان شاء الله هتحقق حاجه. واحنا كنا عاملين معسكر اعداد اسبوع في اسكندريه قبل البطوله دي، وان شاء الله نتمنى التوفيق لفرقتنا باذن الله وللنادي الاهلي الشقيق. طبعا بطوله قويه، 24 فريق، من بتبقى دايما منافسات قويه جدا بالذات مع دول شمال افريقيا، وحاليا الدول الافريقيه بدات تبقى مستواها عالي، وطبعا بالاضافه لاربع فرق مصريين، فده يعني انا شايف ان هو دوري قوي اقوى من الدوري المصري بكتير. نتمنى ان شاء الله نظهر بشكل كويس بعد الدعم اللي جالنا من النادي وثقتهم في ان الفرقه هتعمل حاجه. ان شاء الله بنوعد ان احنا نقدم بشكل كويس في البطوله دي يعني نشرف اسم النادي باذن الله. فندق بيراميدا في حاله استنفار من قبل البطوله باكثر من 20 يوم، الادارات كلها بتبقى موجوده طبعا، مفيش
اجازات، ما فيش تخلفات في كل الادارات، لازم يكونوا موجودين عشان البطوله بالاعداد اللي هي موجوده بالاوتيل طبعا فول كاباسيتي 100%، فلازم يكون الادارات كلها موجوده، حتى الشفتات بناخد شفتات على بعض، ما فيش اجازات ما فيش راحه لحد ما تعدي البطوله. الحمد لله الحمد لله زي بطوله السيدات، ويا رب ان شاء الله برده تتكلل بطوله الرجال او بطوله افريقيا للرجال برده النادي الاهلي ياخدها برده زي السيدات، وبرده يبقى نجاح لينا كلنا باذن الله. يعني احنا لسه ما بدأناش، وابتدى الشكر الحمد لله بالنسبه للتنظيم. ما هو في جزء الاول، الجزء الاول ده يعني الاستقبال في المطار والوصول الفرق للفنادق والتسكين والانطباع الاول عن انواع الفنادق او التدريبات بياخدوها في اول يوم وثاني يوم من وصولهم، دي الحاجات اللي بتدي الانطباع الاول. فالحمد لله الانطباع لدى الجميع كهو كالعاده، يعني ان النادي الاهلي منظم يبقى البطوله هتنجح، ده الكلام اللي اتقال، واعتقد ان ده تجمع للافارقه هايل جدا، والكره الطايره زي ما انت عارف محبوبه جدا في افريقيا. البطوله السابقه كان نجاح منبهر، يعني نجاح باهر، جالنا فيدباك من كل اوروبا والاتحاد الدولي والحاجه، فطبعا هنيئا للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي واللجنه المنظمه ومحمد الجرحي ومحمد ضماطي، وطبعا ده وش حلو كابتن محمود الخطيب. الاداره عندنا في الاهلي اعتقد عيله وتعاون كامل، وهو ده سر النجاح، كل واحد بيتفانى ما بيذكرش نفسه، ودي القصه اللي احنا عايزينها. هي دي الرياضه، هو الهدف من الرياضه ان احنا نعلم الناس ازاي يبقوا عندهم التزام بنفسهم بلعبتهم بناديهم وبالتالي ببلدنا، هو ده الهدف. انا فخور ان هذا العدد من التيم بيتعمل في الوقت الحرج جدا من تاريخ مصر وهو انتخابات الرئاسه، ده دليل ان احنا الحمد لله مسيطرين، بلد امان، الناس مقتنعه، في حب والتزام من كل واحد، وهو ده اللي احنا عايزينه للمستقبل. إلى أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية مع الأهرام. الأهلي يواجه الفجيرة الإماراتي وغالي يخطف الأضواء. الأخبار، حضور ضخم من جماهير الأهلي في الميران الأول بالإمارات. المساء، الأهلي يستعيد مؤمن زكريا وناصر ماهر نهائي. المصري اليوم، إقبال كبير على شراء تذاكر مباراة الأهلي والفجيرة. وفي الشروق، أيوب، مباراة الفجيرة فرصة للاطمئنان على جميع اللاعبين. اليوم السابع، الأهلي يرتدي الزي الأزرق في ودية أبناء مارادونا غدا بالإمارات. الوطن سبورت، الأهلي يؤجل ظهور الزي الجديد أمام الفجيرة. فيتو، الأهلي يتلقى دعوة من الرئيس الشرفي لنادي الفجيرة. رياض 24، العمري فاروق يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية. يلا كورة، عموري والقحطاني على رأس نجوم الفجيرة أمام الأهلي. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، قدمتها لكم آية لطفي. دمتم في أمان الله.